بروفيسور شكري، إذا هناك لقاحات يعتبر لقاح استخدمت فيه وسائل تقليدية عكس لقاح فايزر، وهذه الوسائل التقليدية نراها في اللقاحات المستعملة مثلا ضد الحصبة إلى آخره، والذي يجعله أكثر سهولة للتخزين لانعدام الحاجة إلى حفظه في درجات حرارة منخفضة، وهذا يشكل شيء إيجابي بالنسبة لعملية التلقيح. نعم، بالنسبة للقاح التقليدي ولا الكلاسيكي اللي تكلم عليه الأستاذ، الإنتاج ديالو كيكون سهل، الإنتاج ديالو غادي يكون سهل، حتى التخزين ديالو تخزين عادي، تخزين طبيعي بحال اللي كيدارون جميع اللقاحات الأخرى، وهذا غادي يسهل كنظن بحال اللي قال الأستاذ كذلك، غادي يسهل العملية ديال اللوجيستيك، العملية ديال التلقيح العام بالنسبة لجميع المغاربة. واللي انا كان النقطة الأساسية اللي في هاد العملية هذه ديال التلقيح الجماعي، خصنا نعرفوا باللي أنه ما عندناش اختيار، زيادة على أنه هاد الفاكسان هذا بان على فعاليته وبان على عدم، يعني ما عندوش لي زيفي سكوندير إلى آخره، كنظن أنه عمل يعني غادي يكون كيدخل في إطار المواطنة، يعني أنني إلا استعملت أنا هذا الفاكسان هذا هذا اللقاح هذا، أولا غادي نحمي راسي وغادي نحمي الآخر، يعني عمل إلا جينا نشوفو فيه دور ديال المواطنة، وفي نفس الوقت ما غيخليناش نرجعو من الكونفينمون، ما غيخليناش عاوتاني نرجعو للحجر الصحي إلى آخره. إذن يجب الانخراط بشكل جماعي في هذه العملية ديال التلقيح بواحد الحس وطني، بواحد الحس أننا يجب علينا أن نساهم باش أن هذا الفيروس هذا ما يبقاش يدور بيناتنا. والطريقة الوحيدة اللي عندنا، ما عندنا حتى شي حاجة أخرى، ما عندنا حتى شي سوليسيون أخرى من غير التلقيح الجماعي اللي غيخلي بحال اللي قال الأستاذ أنه في الوقت اللي غنوصلوا لواحد النسبة كبيرة ديال 80% ديال التلقيح ديال الناس اللي عندهم أكثر من 18 عام، أن هذا الفيروس ما غيبقاش وغادي انضطر، وهذا هو الهدف الأساسي من هذه العملية هذه اللي غادي تكون إن شاء الله.